السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي الكرام أخواتي الفاضلات، نبدأ معكم إن شاء الله في الفصل الثامن من منهج نظم التشغيل الأكاديمي، واللي راح نتحدث به عن المين ميموري اللي هو الذاكرة الرئيسية، واللي هي إدارة الذاكرة الرئيسية يعتبر هو أحد الوظائف الرئيسية لنظام التشغيل. بالبداية راح نتحدث عن الباك جراوند، يعني أساسيات عامة عن أنواع الذواكر في نظم الحاسوب، السوابينج، الكونتيجوس ميموري الوكيشن، سيجمنتيشن، البيجينج، يعني ميموري مانجمنت الجوريثمز، ستراكشر اوف ذا بيج تيبل انتل 32 بيتس وال 64 بيتس والاي ار ام اركيتكتشر. طبعا الهدف من هذا الفصل هو معرفه كل انواع الـ يعني الانواع المختلفه للميموري هاردوير والاورجنايزيشن الخاصه بها، مختلف الميموري مانجمنت تكنيكس راح نناقشها ان شاء الله من ضمنها البيجنج والسيجمنتيشن، وايضا توفير بعض التفاصيل عن البنتيوم انتل بنتيوم واللي هي تدعم البيور سيجمنتيشن والسيجمنتيشن وذ بيجنج. بداية طبعا كل برامج الحاسبة وكل البيانات تكون مخزونة في الديسك، ديسك نقصد به هو الهارد ديسك، يعني مخزونة طبعا ويتم جلبها إلى الذاكرة، وهنا طبعا عندما نتحدث عن الذاكرة في هذا الفصل نقصد بها هي المين ميموري أو الراندوم أكسس ميموري، يعني الذاكرة الرئيسية في أنظمة الحاسوب. كل البرامج تجلب من الديسك إلى الذاكرة وتوضع في بروسس، في عملية، واللي مثل ما ذكرنا البروسس هي عبارة عن بروجرام إن إكسكيوشن لكي يتم تنفيذها. المين ميموري والريجسترز هي الذاكرة الرئيسية، يعني المسجلات النظام والذاكرة الرئيسية هن الذواكر فقط الوحيدة أو الخزن الوحيد الذي يستطيع نظام السي بي يو التعامل معها والوصول لها مباشرة. طبعا الميموري يونت اونلي سيز ا ستريم اوف ادريسز اند ريد ريكوستس، يعني وحدة الذاكرة ترى فقط مجموعة من العناوين وطلبات القراءة، أو هي عبارة عن ادريسز and data to and write requests، وطبعا يعني اما انه تقرا او يعني اما read request او write request فقط، يعني طلبات قراءه او كتابه. الريجسترات اللي هي مسجلات النظام اللي هي تكون عاده موجوده في داخل السي بي يو يتم الوصول لها عاده باستخدام 1 سي بي يو كلوك اللي هو يعني وحده ساعه واحده من النظام، يعني ذبذبه واحده او نبضه واحده او اقل. اما الذاكره الرئيسيه فيتم الوصول لها في عده سايكلز، يعني ماني سايكلز، يعني تستغرق وقت اطول. أنت causing a still، يعني بعض الأحيان يعني تسبب توقف يعني مفاجئ أو بطيء للمعالج لكي ينتظر جلب البيانات من الذاكرة الرئيسية، لأنه إحنا مثل ما نعرف المعالج هو أسرع شيء في الحاسبة، الذاكرة الرئيسية تكون أقل سرعة من المعالج مهما كانت هي سريعة. الكاش اللي هو الذاكرة المؤقتة التي يتم وضعها ما بين الذاكرة الرئيسية ومسجلات المعالج لكي تقوم بالتقليل من هذا الفرق بالسرعة. عادة الكاش يقوم بجلب كل البيانات من الذاكرة الرئيسية إلى داخله أو تقريبها من المعالج لكي يقلل من زمن الانتظار المعالج والفرق ما بين سرعة المعالج وسرعة الذاكرة الرئيسية. The protection of memory is required to ensure correct operation. طبعا حماية الذاكرة مطلوب لكي يعني نتأكد من العمل الصحيح للعمليات، لأنه احنا مثل ما نعرف كل برنامج يتكون من data وaddresses وinstructions، يجب أن يأخذ فتح حيز محدد من الذاكرة لا يتجاوز على الحيز المخصص للعمليات الأخرى لكي نضمن صحة التنفيذ. لكي نعمل على ذلك أيضا نحتاج ما يسمى بالبيس أند ليميت ريجسترز، يعني اللي هو يعني المسجلات الأساس والغاية أو الطول. هناك زوج من المسجلات اللي هي نسميها البيس اند ليميت ريجسترز تحدد ان اللوجيكال ادرس سبيس اللي هو حيز العنوان المنطقي لكل عمليه او لكل برنامج. سي بي يو ماست تشيك افري ميموري اكسس جنريتد باي ذا يوزر ان ذا يوزر مود تو بي شور ذات ات از بتوين ذا بيس اند ليميت ريجسترز، يعني كل طلب للوصول الى الذاكره من قبل اي برنامج في اليوزر مود في حيز المستخدمين، يعني يجب ان يقوم السي بي يو او المعالج بالتاكد انه هذا الطلب للذاكره هو موجود ما بين البيس والليميت ريجسترز، يعني كل واحده من البروسيسز كل واحده من العمليات الموجوده في الرام يعني اللي هي في الذاكره الرئيسيه. طبعا الذاكره الرئيسيه اول ما تجي اول ما تشتغل الحاسبه راح يكون هي يعني في البدايه يتم وضع الاوبريتنج سيستم اللي هو نظام التشغيل، وبعد ذلك يتم وضع البروسيسز البقيه. كل واحدة من هذه البروسيسز يجب أن يكون هناك لديها مسجل ريجستر يحتوي على البيس أدرس اللي هو يعني عنوان أول بايت من هذه البروسيس، والليمت أدرس اللي هو طول هذه العملية أو طول الحيز الذاكرة المخصص لها، بحيث أنه هنا نلاحظ بأنه البيس ريجستر يدل على عنوان أول بايت من هذه العملية، الليمت ريجستر يدل على طولها، فعندما نجمع البيس زائد الليمت نحصل على عنوان آخر بايت من هذه العملية. فكل طلب وصول إلى الذاكرة من قبل المستخدم أو من قبل برامج المستخدم يكون ضمن هذا الحيز يتم قبوله، أما إذا أراد المستخدم الوصول إلى بيانات موجودة في هذا الحيز من الذاكرة فيتم منعه، لأنه هذا يدل على أنه المستخدم يعني يحاول الوصول إلى بيانات لعملية أخرى لا تعود له.
هو طبعا عندما نقول مستخدم نقصد به هو المبرمج او الابلكيشنز الموجوده في داخل الحاسبه وغيرها. الهاردوير ادرس بروتكشن هنا ايضا مثل ما ذكرنا، كل عنوان يعني المعالج عندما يقوم ببدء بتنفيذ برنامج معين، والبرنامج يحاول الوصول الى بيانات معينه. البيانات طبعا مخزونه في مكان معين، وهذا المكان له ادرس عنوان. عندما يقوم المعالج بارسال العنوان الى الذاكره، قبل ان يقوم بارساله الى الذاكره يجب ان يدخل على عمليه الادرس بروتكشن اللي هي حمايه العناوين. يجب ان مقارنه العنوان هل هو اكبر او يساوي البيس ريجستر لهذا البرنامج. اذا كان نعم نستمر، واذا كان لا راح يصير عندنا مشكله. بعد ذلك اذا كان هذا العنوان هو اكبر من البيس ريجستر، هل هو اصغر من مجموع البيس زائد الليمت ريجستر؟ ايضا اذا كانت نعم سيذهب الى الذاكره لجلبه، واذا كانت لا راح يسبب لنا تراب تو اوبريتنج سيستم مونيتور ادرس ايرور، لانه هذا يدل على انه احنا قاعد نبحث عن عنوان يا اما يكون اقل من البيس ريجستر او اكبر من البيس زائد الليمت ريجستر، وبالتالي راح يكون هو خارج الادرس سبيس الخاص بهذا البرنامج. الادرس بايندينج ايضا يعني واحد من المفاهيم الرئيسيه ب يعني نظم التشغيل او في انظمه الحاسبات بصوره عامه. البرامج في الديسك ready to be brought، طبعا البرامج عاده موجوده في الديسك، والديسك مثل ما ذكرنا هو السكندري ميموري اللي هو قد تكون ماجنتيك تيبس، هارد ديسك، واي نوع من انواع الذواكر الاخرى اللي هي غير المعالج او غير الذاكره الرئيسيه. عادة تكون البرامج مخزونة في داخلها وموجودة يعني ready to be brought into the memory to execute from an input queue. عادة تكون موجودة في الديسك ومستعدة لكي يتم جلبها إلى الذاكرة ويتم تنفيذها بعد دخولها إلى الانبوت كيو. Without support must be loaded into the address 0000. يعني بدون وجود فدعم معين من base and limit registers، كل البرامج التي يتم جلبها من الديسك سيتم وضعها في أول عنوان في داخل الذاكرة الرئيسية اللي هو 0000. ولكنه هذا الشيء مو صحيح. This is inconvenient to have the first user process physical address always 0000. يعني هذا الشيء مو منطقي انه نجلب كل العمليات الخاصه بالمستخدمين ونضعها في اول عنوان، لانه احنا مثل ما ذكرنا هذا اول عنوان هو يكون مخصص لنظام تشغيل عاده. كيف نستطيع التخلص من هذا الشيء؟ مثل ما ذكرنا باستخدام البيس اند ليميت ريجسترز. ايضا الادرس is represented in a different ways at different stages of the program's life. ايضا حتى العناوين اللي نتحدث عنها يتم تمثيلها بطرق مختلفه في المراحل المختلفه من حياه البرنامج. السورس كود ادريسز يوجوالي سيمبوليك، يعني عاده عناوين السورس كود يتم تمثيلها يعني صيغ يعني رموز. الكومبايلد كود ادريسز بايند تو ريلوكيتابل ادريسز، الكود اذا بعد ان يتم عمليه الكومبايليشن له الادرس الخاص به سيكون ايضا بايند تو ريلوكيتابل ادريسز، يتم يعني دمجه او ربطه مع عناوين قابله للتغيير. مثلا 14 بايتس فروم ذا بيجينينج اوف ذيس موديول، يعني طبعا عندما نقول بانه عنوان فد كود معين هو عباره عن 14 بايت ما بعد بدايه هذا الموديول، فهذا يدل على انه ريلوكيتابل راح يتغير عنوانه بتغير عنوان الموديول الاصلي. اللينكرز اور لودرز ويل بايند ريلوكيتابل ادريسز تو ابسولوت ادريسز، ايضا طبعا باستخدام اللينكرز واللودرز اللي راح نتحدث عنهم بعد قليل راح نقدر نعرف الابسولوت ادريس وليس الريلوكيتابل ادريس. الريلوكيتابل ادريس هو العنوان القابل للتحرك بتحرك شيء معين، يعني مثل ما ذكرنا اذا كان لدينا كود معين يبتعد 14 بايت عن بدايه كود ثاني مثلا او ذاكره ثانيه، هذا راح يكون دائما متغير. اما الابسولوت ادريس فهو يكون دائما يعني عنوان ثابت محدد، يعني 74014 هذا طبعا يعني عنوان ثابت لا يعتمد على اي شيء اخر. Each binding maps one address a space to another. طبعا binding اللي هو يعني ربط ما بين العناوين ما بين الphysical addresses واللogical addresses، يربط لنا الaddress space الموجود في الديسك مع الaddress space الموجود في الذاكرة الرئيسية. Binding of instructions and data to memory. طبعا نعرف احنا انه كل برنامج يتكون من instructions وداتا، يعني إعازات وبيانات معينة، وأيضا يجب أن يتم ربطهم سوية يعني في الديسك وأيضا في الذاكرة الرئيسية. الادرس بايندينج اوف انستراكشنز اند داتا تو ميموري ادريسز كان هابن ان 3 ديفرنت ستيجز، ايضا عمليه الربط تحصل في ثلاثه مراحل مختلفه. اولا عند الكومبايل تايم اف ذا ميموري لوكيشن نون ابرايوري، يعني اذا كان موقع الذاكره الذي نريد ان نجلب البرنامج له من الديسك الى المين ميموري معروف مسبقا، فيتم يعني عمليه البايندينج عند الكومبايل تايم، وراح يسمون هذا الابسولوت كود كان بي جنريتد اند ماست ريكومبايل كود اف ذا ستارتنج لوكيشن تشينجز، ونحتاج انه نعمل عمليه الريكومبايليشن اذا تغير عنوان البدايه. ايضا ممكن انه تحصل عمليه البايندينج عند اللود تايم اللي هو وقت تحميل البرنامج، ماست جنريت ريلوكيتابل كود، هنا راح يكون عندنا ايضا كود قابل لاعاده التموضع او اعاده يعني او التحريك او تغيير المكان.
if the memory location is not known at the compile time. يعني إذا لم نعرف موقع الذاكرة عند ال compile time يجب أن نقوم بعملية ال binding عند ال load time. وأخيرا إذا لم يكن معروفا في كل من هذين الحالتين راح نقوم بعملية ال binding عند ال execution time. Binding delayed until the runtime if the process can be moved during the execution. يعني إذا كانت العملية قابلة للتحرك أثناء التنفيذ فراح نؤخر عملية ال binding إلى وقت ال execution time. From one memory segment to another. Need hardware support. هنا بهذه الحالة راح نحتاج الـ hardware support اللي هو دعم الهاردوير باستخدام البيس and limit registers اللي ذكرناها قبل قليل. هنا نلاحظ بأنه يعني multi-step processing of user program. طبعا هذا source program اللي موجود يعني مخزون في الديسك راح يتم عملية compilation أو assembly يعني compiler أو assembler. هذا ما يسمى بالcompile time. هنا هذا البرنامج مباشرة نستطيع معرفة العنوان النهائي الخاص به في الرام أو المين ميموري إذا كانت عنوان الذاكرة الخاص به معروف. Otherwise يعني إذا لم نعرف ذلك راح يعني ننتظر إلى عملية اللود تايم اللي هو الأوبجكت موديل مع الأذر أوبجكت موديلز ومع اللينكج إديتر ودخولها إلى اللود موديل. طبعا هذه كلها اللود تايم تعتبر. أيضا هنا يمكن أن تحصل عندنا عملية ريلوكيتبل كود بايندينج. إذا انتظرنا أيضا أبعد من ذلك وقمنا بتحميل السيستم لايبراريز من خلال اللودر مع الـ DLL Dynamic Loader Loaded System Libraries. هذه الـ DLL الخاصة بالنظام ووضعناها كلها في Memory Binary Memory Image يعني في صورة ثنائية في الذاكرة. هذا اللي هو يسمونه Execution Time أو Run Time. هذه هي الخطوة الأخيرة التي يحصل فيها عملية Binding أو الربط ما بين الـ Instructions والـ Data Addresses الموجودة في الديسك مع الموجودة في الذاكرة الرئيسية. أيضا عندنا مفهوم مهم جدا في من مفاهيم يعني إدارة الذاكرة في نظم التشغيل ما يسمى باللوجيكال أند فيزيكال أدريسز. باختصار الفيزيكال أدريس هو الذي يتم إنشاؤه من قبل الذاكرة الرئيسية أو من قبل الديسك، واللوجيكال أدريس هو الذي يتم توليده من قبل المعالج. اللوجيكال أدريس يتم توليده من قبل المعالج ونسميه أيضا الفيرتشوال أدريس اللي هو العنوان الافتراضي. الفيزيكال أدريس هو الأدريس الذي يتم رؤيته من قبل الميموري يونت وحدة الذاكرة. اللوجيكال والفيزيكال ادريسز عاده يكونن نفسهن في وقت الكومبايل تايم واللود تايم الا انه يتم تغييرهن او يختلفن عن بعضهن البعض الاخر عند الاكسكيوشن تايم. اللوجيكال ادريسز بيس اللي هو حيز الذاكره المنطقي هو مجموعه العناوين التي يتم توليدها من قبل البرنامج. الفيزيكال ادريسز بيس هو مجموعه العناوين الفيزيائيه التي يتم توليدها من قبل البرنامج، يعني هذه اللوجيكال وهذه الفيزيكال. الميموري مانجمنت يونت اللي هو وحدة إدارة الذاكرة هو عبارة عن هاردوير ديفايس، يعني هو عبارة عن جزء هاردوير موجود على المذر بورد ذات ات ذا ران تايم مابس ذا فيرتشوال تو فيزيكال ادريسز. وظيفته الرئيسية هو تحويل الفيرتشوال ادريسز إلى فيزيكال ادريسز، لأنه هو يقوم بأخذ العناوين التي يولدها المعالج واللي هي نسميها الفيرتشوال ادريسز ويقوم بإرسالها إلى وحدة الذاكرة الرئيسية، ولذلك يجب تحويل العناوين من فيرتشوال إلى فيزيكال لكي تستطيع الذاكرة الرئيسية أو الديسك فهمها. Many methods possible. طبعا هناك الكثير من الطرق اللي راح نتعرف عنها في بقية هذا الفصل. كبداية consider simple scheme where the value on the relocation register is added to every address generated by the user process. يعني كشيء بسيط مثل ما راح نشوفه هنا، كل عنوان أو كل address يتم توليده من قبل CPU واللي هو logical address يتم جمعه مع relocation register اللي هو base register في هذه الحالة، والناتج راح يكون هو physical address الذي يتم إرساله إلى الذاكرة. فهذه الميموري مانجمنت يونت بأبسط حالاتها. طبعا هذه هي البيسك اللي هي يعني غير مستخدمة بشكل طبيعي، ولكنه فقط لتوضيح الفكرة لأنه احنا راح نستخدم البيجينج والسيجمنتيشن يعني الأنواع المختلفة اللي راح نتحدث عنها. هنا البيس ريجستر مثل ما ذكرنا راح نسميه ريلوكيشن ريجستر اللي هو مسجل إعادة التموضع أو التحريك. في الام اس دوس بالانتل 8086 هناك أربع ريلوكيشن ريجسترز، أي أنه احنا نستطيع إرسال أربع عناوين في الوقت الواحد، لأنه أكو عندنا أربع ريجسترات لتغيير اللوجيكال أدرس to physical address. The user program deals with logical addresses. It never sees the physical address. يعني مثل ما ذكرنا يعني برامج المستخدم عادة تتعامل مع العناوين المنطقية أو الافتراضية لأنها لا ترى مطلقا الريال physical addresses. هذه تراها فقط الميموري. The execution time binding occurs when the reference is made to location in the memory. هنا عندنا ربط العناوين في زمن التنفيذ يحصل عندما يكون هناك reference اللي هو reading أو writing إلى location في الذاكرة، يعني موقع في الذاكرة. Logical addresses binds to physical addresses، يعني كل عنوان منطقي يتم ربطه بعنوان فيزيائي مقابل له عند زمن التنفيذ باستخدام الميموري management unit. طبعا
الدايناميك ريلوكيشن يوزنج ريلوكيشن ريجستر، هنا يعني اعاده التموضع او تغيير الاماكن الخاصه بالبرامج او الكودز في الذاكره الرئيسيه باستخدام الريلوكيشن ريجستر. هنا مثل ما ذكرنا الريلوكيشن ريجستر هو باختصار او ببساطه هو البيس ريجستر، اللي هو يمثل انواع الرقم الذي يتم جمعه مع العنوان الخارج من السي بي يو لكي يعبر عن الفيزيكال ادرس. طبعا الروتين is not loaded until it is called، يعني كل روتين او كل سب روتين او كل فانكشن كل كلاس هو موجود في الذاكره الرئيسيه حتى وان كان هو جزء من برنامج كبير وتم استدعاء البرنامج الرئيسي المين ميموري او المين فانكشن، لا يتم استدعاء الروتين الا عندما نحتاجه، وهذا طبعا هو better memory utilization، يعتبر هذا استغلال افضل للذاكره لانه مهما كانت الرام فهي دائما تكون اصغر بكثير من الديسك. All routine kept in memory in relocation load format، كل الروتينز او كل الفانكشنز كل الكلاسز موجوده دائما هي في الديسك وقابله لتحميلها الى الرام. Useful when large amount of code are needed to handle infrequent occurring cases، يعني هذا طبعا يقول هو هذه الطريقه مفيده عند التعامل مع كودات كبيره نستخدمها نادرا، يعني اذا كان لدينا مثلا نظام تشغيل او برنامج كبير مثل 3D Max او الماتلاب او غيرها، تحميل كل البرنامج مباشره من الديسك الى الذاكره الرئيسيه راح يثقل كاهل الحاسبه، واغلب انواع الذواكر الرئيسيه الرام يعني هي ستكون غير قادره على تحميل كل هذا البرنامج، وبالتالي سنقوم بتحميل الاجزاء الرئيسيه فقط الكيرنل او اللوب الخاص بهذا البرنامج الى الرام، وبعد ذلك نقوم فقط بتحميل الموديولز او الروتينز اللي نحتاجها فقط من الديسك الى الرام لكي نقوم بتنفيذها واخراجها بعد ذلك. No special support from the operating system is required، احنا ما نحتاج في الدعم يعني خاص من نظام التشغيل لهذه العمليه، وانما implemented through the program design، يعني اغلب الاحيان هو مصممين برامج هم يقومون بالضبط هذه العمليه، ما هو الذي يتم تحميله الى الرام من الذاكره الرئيسيه عندما نقوم بتنفيذ البرنامج لاول مره. الـ OS can help by providing libraries to implement dynamic loading، طبعا نظام التشغيل فقط يمكن انه يحتوي على dynamic loading libraries اللي هي DLL. DLL ايضا مثل ما نعرف قد تكون هي جزء من برنامج اللي يقوم المستخدم بتطويره، او قد تكون هي جزء يعني يوفره نظام التشغيل للمبرمجين لتطوير هذه الانظمه. الدايناميك لينكينج ايضا مثل ما ذكرناكم عندنا ستاتيك لينكينج والدايناميك لينكينج. الستاتيك لينكينج اللي هو الربط الثابت السيستم لايبرريز اند بروجرام كود كومبايند باي ذا لودر into the binary program image، يعني مكتبات النظام والكود الخاص بالبرنامج كلها يتم ربطها سوية فيما يسمى بالباينري بروجرام ايمج اللي هي صورة البرنامج الثنائية. بالدايناميك لينكينج اللينكينج postponed until the execution time، اي انه الربط الديناميكي هو فقط ايضا هو عبارة عن ربط ما بين مكتبات النظام والكود الخاص بالبرنامج، ولكنه فقط هذا الشيء يتأخر postponed حتى زمن التنفيذ. ايضا هنا نستخدم ما يسمى بالستب اللي هي عباره عن سمول بيس اوف كود، يعني جزء صغير من الكود يستخدم تو لوكيت ذا ابروبريت ميموري ريسيدنت باي لايبراري روتين. الستب هو عباره عن كود صغير فقط وظيفته انه يحدد لنا مكان الابروبريت ميموري ريسيدنت لايبراري روتين، ايضا هو عباره عن دايناميك لينك لايبراري. الستب ريبليسز اتسيلف وذ ذا ادرس اوف ذا روتين اند اكسكيوتس ذا روتين. الستب يعني مجرد انه يقوم باستبدال نفسه بعنوان هذا الروتين او الفانكشن او الكلاس ويقوم بتنفيذ هذا الروتين عندما يتم استدعائه، ولذلك سميناه دايناميك لينك لايبرري. الاوبريتنج سيستم تشيكس اف ذا روتين از ان بروسيسز ميموري ادرس، هذا اللي هو ذكرناه اللي هو البروتكشن، دائما نظام التشغيل يقوم بفحص هل انه هذا الروتين موجود ضمن حيز الذاكره الخاص بالعمليه او لا، اذا لم يكن ضمن حيز الذاكره الخاص بالعمليه يقوم باضافته الى هذا الحيز. دايناميك لينكينج از بارتيكولارلي يوسفول for libraries، طبعا of course يعني الربط الديناميكي مفيد جدا بالنسبة للمكتبات، ولذلك اكو عندنا ما يسمى بالDLL. System is known as shared libraries، النظام يعني ايضا نسميه هو المكتبات المشتركة. System هنا يقصد به هو نظام تشغيل. Consider applicability to patching system libraries visioning versioning is may be needed، ايضا هذه الامور راح نتحدث عنها ان شاء الله في الاجزاء البقية من هذا الفصل. السوابينج ايضا هو واحده من الوظائف الرئيسيه في الموجوده في نظام التشغيل لاداره الذاكره الرئيسيه، وهذه ان شاء الله راح نتحدث عنها في المحاضرات القادمه. شكرا جزيلا ومع السلامه.